انت تاه يا اشرف؟ ايه الهبل اللي انت عامله ده؟ هبل؟ احنا لازم نكمل يا كريم. نكمل ايه يا ابني؟ انت جرى مخك حاجه؟ يا ابني احنا عملنا حاجات كتير، القضيه كانت خلاص في ايدينا، وانت بنفسك شفت حسام عقرب دوت دخل يشتغل في القضيه ازاي؟ كل تعبنا ده هيطير في الهوا. اشرف انت فاكر نفسك باتمان؟ ايه يا عم يطير دي والجو ده؟ باتمان ايه؟ انا لازم ارجع مكان الطبيعي، وانت كمان لازم تفكر زيي. احنا لو حلينا القضيه ديت اكيد هيرجعونا يا كريم، صدقني. ايه يا درويش؟ انت فين يا استاذه؟ طلبتك امبارح كذا مره. معلش انا كنت مشغوله شويه. مالك؟ صوتك مش عاجبني. لا لا ابدا، انا تعبانه بس. لا الف سلامه. عرفت حاجه عن بكر الدهان؟ عرفت. حلو قوي 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 قوي. ينفع نتقابل بعد ساعتين؟ ينفع. فين؟ هقولك. درويش انا وصلت عند نادي القضاء. عندك ميعاد مع المستشار طاهر حمام العصر. انا سايب لك خبر. التاب معاك مش كده؟ ايوه. طب كويس، على ما تشربي قهوتك هتلاقيني قدامك. معلش لازم اوصل بعدك عشان اامن المكان واتاكد ان مفيش حد وراك. ازيك يا استاذه؟ ايه رايك بقى في المنجهه دي؟ دخلتي نادي القضاء عشان ما بقاش حرمك من حاجه. ازيك يا درويش؟ ازيك انت يا استاذه؟ مالك؟ لا مفيش حاجه، شويه صداع بس. لا الف سلام عليك، الف سلام. ايه بقى حكايه بكر الدهان ده؟ بكر الدهان ده طلع دكتور صيدلي بيشتغل في شركه ادويه تابعه للحكومه، وهو المسؤول عن قسم تطوير البحوث الدوائيه. ودي يعني من غير مؤاخذة يعني حيثية مهمة يعني؟ أيوة درويش، هو بيبقى مسؤول عن أي بحث بيتعمل لما بيفكروا يطلعوا دواء جديد في السوق. وزين السعدي عامل بحث جديد، فالست الوالدة بعتته ليه. طيب وبعدين إيه كمان يعني؟ الراجل ده سمعته وحشة قوي في مجال شغله، وتقدم فيه شكاوي كتير جدا إن هو بيسرق الأبحاث دي، بس للأسف الواضح إنه مسنود. أم زين السعدي قلق منه. بس يعني اللي أنا عايز أفهمه يعني إيه واحد يسرق بحث؟ هيعمل بيه إيه؟ إزاي بس يا درويش؟ أبحاث الأدوية دي ممكن توصل لتركيبات بملايين. يعني ولنفترض مثلا إن شركة معينة وصلت لمادة فعالة هتقدر بيها تشفي من مرض معين، هتبقى الشركة دي هي الشركة الوحيدة اللي تقدر تبيعه وتستغله في كل العالم، وأي فلوس بترجع لها لوحدها. هديلك مثلا عن الأسبرين. شوف كم حباية بتتباع في السنة بكل دول العالم، كل الفلوس دي بترجع لشركة واحدة. ومن بكر الدهان ده بقى شوف البحث اللي ممكن يطلع منه دواء نضيف يكمر عليه ويبعته لشركة من الشركات دي وياخد اللي فيه الاسم. ها بالظبط كده. اللي عرفته ان البكر الدهان ده ليه علاقات كبيرة جدا جدا بشركات كبيرة برا مصر، وبيتهيألي ان هو كان عايز ياخد بحث زين السعدي ويبيعه لشركة منها. ام زين السعدي اصلك
بعت البحث للست الوالدة وحط عليه باسورد ما يفكهوش الجن الأزرق. الست الوالدة بقى حطيته عالتاب. هما خدوا خبر وده بقى سر المصايب اللي حطت على دماغنا كلنا. بالظبط هو ده اللي حصل فعلا. طب ايه اللي يخلي زين السعدي ده يسافر بره مصر؟ واضح من مكالمات الفايبر يعني اللي بينه وبين الست الوالده انه بره مصر ومش عارف يرجع. طب ايه اللي يخليه يروح برجليه للناس اللي بتجري وراه؟ في حلقات كتيره من فقود الدرويش احنا لسه ما وصلنالهاش. ايوه ها خلاص فلت يا باشا. فلت فلت يعني ايه؟ انا بنهرج. اهدى يا باشا. طيب اهدى ازاي؟ ما هو طريقه الخواجات اللي بتستعملوها دي ما تاكلش معانا. خلينا بالك. ايوه اخويا بلدي عربيه نقلب مقطوره تساوي بالاسفلت يا امجد بيه. انا كمان ما ينفعش غمر بمصلحتي وده كان اتفاق ان الموضوع مش محتاج اكتر من رصاصه. انت هتخلص منه وفي وسط الزحمه انا هخش اسحب التابلت من جنبه وخلاص. لكن اللي بتقوله ده ممكن يضيع لي كل المصلحه. تتخش دلوقتي حالا تجيبه باي طريقه. بالذمة ده كلام معقول يا امجد بيه؟ ده نادوا القضاه مش كاسون على النيل يا فندم. اكيد جوه في كتيبه امن مركزي بتحرسه. طب خلاص اهدى يا باشا اهدى عشان الهدوء مهم قوي في الحاجات دي. هو على موب خلاص دخل النادي. انا هستناه يطلع وهتصرف. مع السلامه. احنا عايزين بقى ننتهم القصه دي بدل ما هم اللي يدوروا علينا احنا اللي هندور عليه. خد التاب ده والصليب النت وحط الشريحه. ايوه بس كده يعرفوا احنا فين. ما يعرفوا احنا فين هيجوا يعني هنا يهدوا المكان. طب يجوا بقى هنا في نادي القضاء. خلي الساده المستشارين يدوهم حكم وقتي. واحنا هنفضل قاعدين هنا على طول؟ واحنا يعني هنفضل ندور على طول؟ هي دي واحده نعرف مكانه فين. ممكن يكون بكر الدهان ده في مكتبه ولا في بيته. دوري بس. خشي خشي بس خشي. انت متأكد يا درويش؟ ايوه متأكد. خشي بس. يتحرك فين؟ اكتوبر. اكتوبر؟ ها لسه متحرك؟ يعني في شارع ولا في بيت ولا في مكتب؟ ايه؟ الو انا نهى. ايوه يا مدام. في حد جه سال عليا دلوقتي؟ ما فيش غير مستر خازم جه دلوقتي. دي متاكده؟ يا استاذ في ايه؟ مالك؟ الله 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 يا استاذه يا استاذه يا استاذه يا استاذه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا استاذه يا اخوانا. بسم الله يا اخوانا. حد يشوف دكتور؟ اسعاف اسعاف. يعني ماهر ودرويش وفضل وخليفه كل دول كانوا مسجونين في سجن واحد؟ ده ما كانش سجن بقى، ده كان اوتيل. هو ده اللي فسر لمتهم على بعض لحد دلوقتي. واضح جدا ان الشله بدات تمد ايديها عشان تساعد. بس فضل مش معاه. يا ابني فضل مات قبل ما داروش يهرب من السجن بيوم واحد. ايوه بس كان معاه قبل ما يموت بكتير. عشان كده كان مضايفه عنده بيت السكاكيني. مش البيت دوت باسم فضل سيد الغول؟ صح. يبقى هو ده المفتاح. احنا لازم نفضل ندور ورا فضل ده لحد ما نعرف قراره. واحنا ايه المعلومات اللي عندنا عنه؟
للأسف احنا كل المعلومات اللي عندنا ما تقولش غير انه كان مسجون. طيب خلاص، يبقى احنا بكره الصبح عندنا مشوار مهم جدا لازم نروحه. الحمد لله جت سليم. سليمه ازاي يا دكتور؟ دي فجأة كده طبت زي الطوبة. طبيعي جدا، الهبوط المفاجئ في الدورة الدموية يعمل كده وأكتر، هي شوية محاليل وهتبقى كويسة إن شاء الله. إن شاء الله. عن إذنك. إيه؟ مالك يا أستاذة؟ أنتِ كنت نازلة من غير فطار ولا إيه؟ الله 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 الله. مالك بس يا أستاذة؟ هو الموبايل طلع فين؟ في بيتي. هي كده، هي تستفها كده دايما، ما تجيش غير من القريب. لما اقول لك بتحكي له ليه؟ بتحكي له ليه؟ تقولي لي جوزي حبيبي بيخاف عليا. يعني يا درويش انت لو مش متجوز مراتك ما كانتش هتخاف عليك؟ من فضلك يا درويش مش ناقصه، انا حاسه اني هموت. حاسه؟ ده انا بموت كل يوم، كل ساعه، كل دقيقه، كل ثانيه. انا كل خطوه بخطيها بحس ان في الف ايد عايزه تقبض على روحي. وانت ليه محسسني ان انا مسؤول عن الوضع اللي انت فيه؟ اني مفيش قدامي غيرك. كنت بتعكز عليكي عشان اخرج من الحفره اللي انا فيها. هتلاقيكي واقفه فوق بلاعه، مش بلاعه، ده انت واقفه فوق بكابورت متغطي بقش. مين؟ بعد اذنك. زومة. رد على زومة حبيبي. رد عليه خليه يجي كده يهز طوله ويخرجك من المستشفى. ولما يجي قولي له درويش الارهابي الطار بح مش راجع تاني، فاهمه؟ يعني ايه ما ظهرش؟ يعني ما ظهرش يا امجد بيه، احنا فضلنا واقفين قدام باب النادي لحد ما اخر بني ادم خرج وما شفناهوش. بخر طار نط في النيل. اكيد طلع في عربية الإسعاف اللي كانت واقفة قدام النادي، لأن مفيش مخلوق خرج أو دخل وإحنا ما شفناهوش. وأنا اللي بعتك تجيب خبره. أمجد بيه، لاحظ إن أنا النهاردة خسرت زي ما أنت خسرت بالظبط. وبعدين أنا ما بشتغلش لحسابك، أنا بشتغل معاك. وعلى العموم أنا عايزك تهدى، المرة الجاية مش هيفلت من إيدينا. مرة جاية؟ لا، مفيش مرة جاية. يعني ايه؟ يعني فرصة سعيدة. اتفضل. شكرا قوي. بعد اذنك. تحت امرك. كنت عايز اعرف الحساب عشان امشي. باسم مين يا فندم؟ اهلا مراد الوزيتي. اه يا فندم، بس الحساب خلصان. خلصان ازاي؟ حضرتك متأكد؟ ايوه طبعا. الايصال قدامي اهو، المبلغ مدفوع باسم نهله الوديدي، اللي دفعه ماضي استاذ طاهر الاعصر. شكرا. ايه يا نهله؟ كلمتك كذا مره وما رضيتيش عليا، في ايه؟
سمعت الدرويش؟ أنا تعبانة وعايزة أنام. بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه انا؟ الثلاجة دي ملبوسة يا عم درويش، والنعمة العظيمة ملبوسة، ده نبقى ناخد منها الحاجة بنرجع نلاقيها موجودة تاني يوم. عشان اللي بتدفعه بالليل بيرجعوه الصبح، وانا اللي بدفع. يا عم درويش مش حكاية مين اللي بيدفع، ما انا وانت واحد وفلوسنا واحد. الحاجة بترجع بحذافيرها بالملي، دي الشوكولاتة بتبقى ساندة كده. دلوقتي بفتح لقيتها ساندة نفس الساندة، ايه ما بتتقلبش؟ يا ابني يا ابني اعمل معروف، بطل الغباوة بقى، بطل. ماشي. في يا عم درويش مالك؟ قفش ونافش كده وغزلتك مش عاجباني من ساعة ما رجعت. عشان قاعد مع حمار بينهى زيك. هات البتاع ده. اهو. طلع منه شريحة. لو انت وصلته بالنت يا ابني يا ابني يا ابني اعمل اللي بقولك عليه، الله لا يسيئك. بس انت كده بتلعب بالنار يا عم درويش. ماشي ماشي العب بالنار براحتك. ايه روح روح شوف لك حته تلاقي فيها، روح استحمى ولا اغسل رجليك ولا تنيل، روح في اي حته. مفيش اختيار الاكل. روح يلا. مفيش حد هنا ولا ايه؟ ايام زمان لما كنت بعمل كده الاقي واحد جاب لي كل حاجه على المكتب. ايام شو تتغير. اهلا من البشوات. مقدم كريم زلط الرياض اشرف الصباغ. انا عم واكل دقايق هخطف الدور واجي على طول. لا معلش احنا مستعجلين، وبعدين لسه بدري على العصر. احنا جايين ندور على ملف قضيه بس هو قديم شويه. رقمها؟ لا احنا مش عارفين الرقم بصراحه. مش عارف الرقم؟ قضيه من غير رقم يعني ابره في قماش. بس احنا عارفين اسم صاحب الملف. واسمه ايه؟ فضل سيد الرجل. الو درويش؟ تعرفي بقى ان انا كنت متاكد انك كنت هتتصلي يا استاذه؟ قبل اي حاجه انت متاكد ان التليفون ده مش متراقب المكالمه امان؟ لا اطمني اطمني. اطمن ايه؟ بكلم واحد هربان من قضيه ارهاب وتقولي اطمني؟ الله. طب لما انت خايفه كده بتتصلي ليه؟ عشان عبيطه عبيطه ومش عارفه بطل عبط. ربنا يكملك بعقلك. المهم انا مستعده اساعدك، بس احنا لازم نتقابل عشان اعرف المساعده دي ازاي. حلو قوي نتقابل. هو احنا بندور هنا ليه؟ ما تشوف حضرتك على الكمبيوتر هيبقى اسهل واسرع. يا باشا حضرتك طالب ملف قديم من 90 ونازل، والملفات بقى دي ما تلاقيهاش على الكمبيوتر، لكن تلاقيها فين؟ تلاقيها عندي انا هنا في الملف ده. ها طيب 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 فضل 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 سيد الغول. اهو اهو رقمها اهو. بسم الله. للاسف الملف مش موجود حاليا. نعم. يعني ايه مش موجود؟
بياخد اجازه وضع مثلا ولا ايه؟ لا وضعه سليم متسجل عندي في الملفات اهو، بس كل ما فيها مش موجود دلوقتي. يعني ايه يعني ايه مش موجود دلوقتي؟ راح فين يعني؟ باشا زي بقى حضراتكم كده طلب الملف وخده يطلع عليه، وبعدين انا ليا زميل هيجي الوقت وهعرف منه كل حاجه، هعرف الملف راح فين ومين اللي خده. يعني انت ما تعرفش مين اللي خده؟ لا ده مش مسجل عندي، اصل انا مش شغال في الاف في اي بي ولا البي اي في دي بيقول عليها دي. هذا انت دمك خفيف وبتقفي. بقول لك ايه، الملف ده مطلوب بقى من الوزير، يعني هيظهر. السؤال بقى، الملف هيظهر امتى؟ حالا. الزميل هيجي الوقت يساله، اجي لكم على طول ابلغكم بكل حاجه. طب يلا يلا بسرعه يلا. ها تحب نبدا ازاي بقى؟ لا البدايه عندك انت. انا عاوز اعرف الحاجات اللي انت كنت بتكتبيها عن امجد الديب دي كنت بتجيبيها منين؟ لا انا ليا مصادري. انا عارف ان ليكي مصادر، يعني قصدي اقول لحضرتك يعني مين مصادرك دول؟ لا ما انا اكيد مش هقول لك عنهم حاجه يعني، وانت اصلا عايز تعرفهم ليه؟ لا اله الا الله، انت فهماني غلط. انا مش بسالك على اساميهم، انا بسالك يعني من غير مؤاخذه حيثياتهم ايه يعني؟ انا مصادري موجوده جوه شركه امجد الديب نفسها، بس مصادر على قدها يعني، مفيش اي مراكز حساسه تسمح اننا نجيب مستندات او بيانات، عشان كده شغلي كله مفيهوش اي دليل رسمي دي. طيب ممكن مصادرك دي تساعدنا بشكل تاني؟ بشكل تاني ازاي يعني؟ احنا محتاجين نزرع عين في المواقع الحساسة اللي مصادرك ما تقدرش توصل لها. ممكن توضح اكتر؟ نوضح ازاي؟ ما تسألنيش عن اي حاجة عشان انا تفكيري اتشل خلاص. لا انت متأكدة؟ ايوه متأكدة، بقولك انا شفته وهو داخل البيت والموبايل معاه. انا دلوقتي بس عرفت هو كان ليه بيحاول يبقى لطيف معايا الفترة اللي فاتت، كان بيحاول يبين ان هو سبورتيف جدا في موضوع درويش رغم ان هو من الاول كان متضايق. طب الاول دي تفسيرها ايه؟ انا عايز افهم يعني ليه بلغ الامن الوطني لما عرف ان انت هتقابلي درويش طالما هو كمان بيدور على التاب؟ يعني بلغهم ليه؟ يعني ايه بلغهم ليه؟ بلغهم علشان يقبضوا عليه فياخدوا منه التاب، وبالتالي التاب يرجع له يبقى في ايديه. هتعملي ايه بقى دلوقتي؟ مش عارفه مش عارفه، تفكيري اتشل خلاص. انا مش مصدق نفسي في الاول ماما، بعد كده حازم، انا بجد دلوقتي بقيت اتمنى ان انا ما كنتش عرفت حاجه من الاول خالص، يا ريتني كنت على عمايه، كان هيبقى احسن من اللي انا فيه دلوقتي بكتير. درويش. ايوه يا استاذه، انت عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله الحمد لله. معلش يا بنتي انا بعتذر لك على اللي حصل مني امبارح، معلش كنت مغلول وما لقيتش حد قدامي افش فيه غيرك. مفهوم يا درويش مفهوم، معلش ما حصلش حاجه. وانت عملت ايه؟ اتصرفت ازاي؟ انا ما عملتش اي حاجه. ما اتكلمتيش معاه؟ لا ما اتكلمتش معاه. احسن، اوعى تجيبي له سيره انك عرفت حاجه، فاهمه؟ من دلوقتي بقى اي خطوه تعمليها لازم تبقى بحساب. والحسبه عايزه هدوء عشان تترتب صح. هو انت في دماغك حاجه معينه هتعملها؟ لسه، انا كمان محتاج احسبها على العموم. خلي بالك على نفسك انت، انا اول ما ارتب اموري هتصل بيكي. سلام يا بنتي. سلام. مع السلامة. Let it go, let it go. Can't hold back anymore. Let it go. Let it go. مالك مالك يا حبيبتي؟ خشي غني في الاوضه يا حبيبتي. هو انا صوتي وحش يا بابا؟ ده يا حبيبتي صوتك حلو قوي وقوي قوي. خشي يا حبيبتي خشي خشي غني في الاوضه يلا. كريم انت كده بتحبط البنت، المفروض تشجعها.
Let it go, let it go. واضح قوي ان انا احبطها فعلا. رايحة عشية ونايمين. على فكرة لسه بدري على الميعاد. رايحة عشية ونايمين، عايز ارد على التليفون. ايوه. ايه يا ابني مالك فيه؟ مفيش حاجة، مفيش. الجديد؟ الراجل بتاع ارشيف النيابة كلمني وقال لي انه عارف مين اللي خد الملف بتاع قضية فضل. مين؟ مقدم في مباحث مديرية الأمن اسمه عصام خطاب. ايش يا كده عم درويش؟ انت خارج ولا ايه؟ ايوه بس انا غير دول. لا 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 اهبط اهبط، انا هخرج لوحدي. بص عليك يا عم درويش. طب وشوب حبيبك هتروح تتفسح من غيري؟ ايوه هتفسح من غيرك. فيها حاجه؟ هتروح الملاهي؟ لا هروح حاجه احلى من الملاهي. وهتروح السيرك؟ لا 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 لا، انا مليت من تنطيط الاكروبات والمشي على الحبل. امال هتروح فين؟ رايح فين؟ فيلم للكبار فقط. هيبقى في مناظر سخيفه. لا ده فيلم رعب محتاج قلب جامد واعصاب حديد. تجيب 5 مليون جنيه وتاخد التاب. ايه؟ ايه ده؟ مين؟ ايه ده مين؟ تسمع عن اغمى لدوس؟ انا فاتح البلوتوث. مين ارمى لدوس؟ انا. اهلا وسهلا وموريني. عايزه اتفرج على الفيلم وتذكرتي معايا اهي. على اسف ما ينفعش، تذكره يبقى في الصاله تحت مع الاسف. انا طول عمري بتفرج من الصاله، نفسي اتفرج من وجهه نظر الجندي المجهول اللي خلف الاسوار اللي بيضحي بنفسه عشان احنا ننبسط. انا ممكن ابقى القاتل المأجور حضرتك وضحي لك بعيلتي كلها، بس مش عارف اقول لحضرتك ايه. انت لسه هتقول الفيلم ابتدى. والله ايه رايح فين؟ ادخل كده بس شويه اهو. ادخل يا حبيبي. لا حضرتك السجاير هنا ممنوع. لا سجاير ايه، انا بخاف على صحتي. عشان البتاع ده ممكن يضرب ويفضحنا. لا انا معايا بس عشان برش بيها. ركز انت بس وسوق بشويش. حاضر يا سوق. ركز. هركز اهو، انا مركز اهو. قلت لك ركز هنا. سيبنا اتفرج بقى على ام الفيلم. وانت وصلت لي ازاي بقى؟ زي ما انت ما كنت بتوصل لي بالظبط. تليفون للتاب، من التاب للتليفون. يعني جبت نمرتي منين؟ لا اله الا الله. هو التاب ده مش بتاع الست حماتك؟ انت ما كنتش مديها تليفونك ولا ايه؟ يا ترى بقى عرفت عني ايه تاني؟ ليه كده؟ ايه الرخي الكتير ده؟ ترخي قوي. عملت لوك 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 لوك. انا كده هسيبك تكمل الفيلم لوحدك. اوبشن ده خلص. عايز تخلص ولا لا؟ ولا هشوف له بيعه حلوه؟ انا بقى كده بمعرفتي. لا ما اصل ال5 مليون جنيه اللي انت طالبهم دول تشوف لك بقى عيل صغير كده برياله يديهم لك، أو تشوف له صرفة في شارع أبو عزيز. الله الله. خف الشارع، خف الشارع يا راجل. أجيب لك كرم الله، أجيب لك كرم الله. اللي يطلب يطلب بالعقل. 5 مليون جنيه دول عين العقل. أمال لو كنت بقى أدفعك حق الشقاوة اللي انت اتشقيتها انت والرجاله الخيبانه بتوعك دول،
كنت هتدفع كتير. ما انت مش فاكر نفسك يعني فتحت مغارة علي بابا؟ ما تاخد نصيبك وترضى باسمتك وخلاص. ولا اقولك ما يلزمنيش، مش عايزه، اشبع بيه. الزواجش شعبي الزواجش شعبي، ما كنتش عملت كل اللي عملته ده عشانه. ده انت هتبيض، هتبيض عشان تاخده. طب فين؟ اخد الفلوس الاول، عجل بالمال يرتاح البال. ماشي. والضمان؟ لساني. ولا عايزني اروح اطرطش بالكلام مع الباشمهندسة؟ باشمهندسة اللي كانت فاكرك طيب. ها، مراتك دي غلبانة والله، غلبانة. كفاية انها اتخمت في واحد زيك. اسره الفيلم ده باين عليه ممل. هي الحتة دي اتقطعت صح؟ شكلها كده. بتوديها فين يا لمس؟ انا ما بوديش، هما اللي بيودوا والله. ما اعرفش. خد لما تنوي يبقى ابعت لي رساله على الاكونت ده تديني التمام. استنى عشان التليفون بيرن. دي مامي. تطمن علي، حاب اكلمها في الفسحه. فسحه طار الليل الايه المتين. طار الليل المتين. المتين المتين طار الليل المتين. بقول لك ايه؟ قولي. ما تدلعني كده وتجيب لي في شربة كراميلا. هو ده الكلام؟ شرب كراميلا؟ اه. انا مش هتحرك من هنا، انا هاتيلك النهارده. يعني يرضيك اروح انا وتفوتني الاحداث؟ خليك حلو بقى، انا مفكره اكمل معاك حفله منتصف الليل. منتصف الليل؟ ماشي ماشي. انت قلت كراميلا ولا جبنه؟ لا كراميلا. كراميلا صد رد على طول، هرجع لك. بس ما تدوسيش على حاجه. هو ما تخافيش يا قطه. ما تتأخرش بقى. ها طول. ها؟ فشار سخن؟ ها سخن قوي. انا عارف انك دخلت لوحدك، بس مين يعلم؟ مش جاي استقل بعقلك واحنا خارجين. ايه، خايف اكون عامل لك كمين؟ الامر ما يسلمش برضو. لا 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 يا اخوانا، الراجل ده حريق. لا تطفئ الشمس. بيظهر منك عارف انه توقيتنا غير توقيتكم، حتى عم بتلفن بها الساعة يا حازم. سوري يا مستر اسعد، اصل عندي ليك اخبار تستاهل انها تصل في الوقت ده. طيب قول باختصار. ابدا يا سيدي، اللي تاب اعتبر انه معايا، بس هدفع فيه فلوس. عايزه كمان؟ ما بتفهم علي شو بحكي معك. الديل اللي بيننا انتهى، بيعني اني بتمنى لك احلام سعيدة. طيب خلاص، انا كنت بس بشوفك يعني، بس واضح انك مش عايزه بقى. انا ممكن اجيبه بقى واتصرف بيه في معرفتي. ما هو كيف فيك تجيبه يا حازم وانا وياك بنعرف قدراتك قد ايه؟ بس يا اسعد، الموضوع ابسط مما تتخيل. الحكايه كلها مبلغ هيدفع وانا هدفعه من جيبي، يوصلك قد ايه؟ السؤال هنا بقى، ادفع المبلغ ونساوي الفاتوره مع بعض ولا بلاش؟ طيب هات فرجيني قدراتك لشوف. جيبه وبعدين بنحكي بالمصاري. وهلا بالفرنسي بونوي، بالعربي تصبح على خير. تكلم جد ولا بتهزر؟ يعني بعد كل اللي حكيته لك ده ولسه بتسأل؟ يا مصطفى انا عايزك تفكر معايا. نفكر في ايه يا سالون؟
انت تنسي انك قابلتي درويش ده نهائي. انا مش مستغني عنك يا حبيبي. افهم انت خايف من ايه؟ هو كل اللي طالبه انك تساعده يزرع حد جوه المقر الرئيسي بتاع امجد الدين عشان يبقى معانا دليل على الكلام اللي انت بتنقله لي من جوه. بس هتستفيدي ايه من كل ده؟ مش انت خلاص نقلوك على صفحه الفن؟ ولا كنيش ناوي تاخدي المعلومات اللي نطلع بيها ده لو طلعنا وتعملي بيها تقرير في برنامج اللي انت شغاله فيه؟ قولي لا، انا ممكن اعمل كده فعلا، وحتى لو ما عرفتش انا ممكن انشر التحقيقات دي في اي حته غير الجنون بتاعي. ده انا لو نزلتها بوست على الفيسبوك هتنزل في كل جرايد البلد. اهم حاجه ان انا يبقى عندي دليل على الكلام ده، مش مجرد كلام مرسل. سلوى اسمعيني، انا خايف عليكي. المره دي كانت قرصه ودن، هدي اللعب شويه بدل ما القرصه تبقى شلوت. وانا لو خفت من قرصه الودن دي يبقى عمري ما هعمل حاجه عادله في الشغلانه دي. وبعدين انا مستغرباك جدا، يعني المفروض ان انت اكتر واحد بتشجعني وبتقف جنبي، في ايه؟ عشان عارف انت عايزه ايه. لكن زي درويش ده اكيد ورا حاجه. ايه اللي يخليه يضرب واحد زي امجد الدين؟ مش عارفه، اكيد لو كنت اعرف كنت قلت لك. طب بقول لك ايه، انا عايز اقابل الراجل ده، ممكن؟ اوكي. انا مستغرب انت ازاي حازم تسيب التليفون مفتوح طول الفتره دي. طبعا مش سايبه 24 ساعه مفتوح، بس انا سايبه عشان اشوف التابت فتح ولا لا. بس واضح ان انا سيبته شويه وما بصيتش عليه. وانت زعلان ليه؟ ما الراجل اللي احنا عايزينه جالنا لحد عندنا. عندك حق. طيب يلا بقى نفكر بقى في المبلغ اللي هو عايزه. ايه يعني عايز كام؟ 500,000؟ اديهم له. 5 مليون. نعم. الراجل ده عبيط ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ انت تكلمه تاني وتجيبه هنا وناخد الحاجه من امه بالعافيه. احنا هنهرج. درويش ده ما بيهرجش. درويش دماغه مترتبه كويس قوي وعارف هو بيعمل ايه. ده ما كانش في حد وراه. بعد ما تنساش ان احنا مش عارفين هو عارف عننا ايه. الاسلوب اللي انت بتفكر فيه ده عمره ما يجيب معاه نتيجه. ايوه حازم، ما ينفعش برضه راجل زي ده يلوي دراعنا ويقلبنا في رقاب كبير زي ده. يا سيدي احنا مش خسرانين اي حاجه، هندفع الفلوس وناخد التاب ونحمل تكاليف التاب على ميسي واسعد. بس في الحقيقه مش هي دي مشكلتي. انا مشكلتي اني مش ضامن درويش يديني التاب بعد ما ياخد الفلوس، ولا ضامن اسعد يديني الفلوس بعد ما ياخد التاب. بس ما عنديش حل تاني. عادي مشاكل الشغل. انت مالك؟ الحال من بعضه، لا الشغل بيخلص ولا همه بيتلم. رغم ان شغلتك سهله يعني ما فيهاش حاجه. ريسك شغلتنا ما بيخلصش. اي قرار غلط حتى لو كان صغير بيدمر كل حاجه. كل ما كان القرار صعب كل ما كانت نتيجته اصعب. كنتش اعرف ان انت يعني شغلانتك معقده قوي كده. اه طبعا. دلوقتي واحد لما يجي يطلب حراستي يبقى عايزني اعمله من حاجه من مجهول هيحصل له بكره. ريتنا كنا نعرف نقرا المستقبل. على الاقل كنا عرفنا نتيجه كل قرار بناخده صح ولا لا. كنا عرفنا اختياراتنا كانت في محلها ولا لا. اللي بيخاف من الاختيار بيفضل طول عمره مكانه، ما بيتحركش، بيفضل خايف. طبعا انت شغلانتك ما فيهاش اي مشاعر خوف، مش كده؟ بس هتبقى كارثه يعني لو الراجل المسؤول عن امن الناس جبان. معاك حق، هي فعلا كارثه. الفل عم درويش. وعفل شقاب. يلا بقى عشان نلحق الفطار علشان البيكون بيخلص بسرعه. يلا يلا.
يلا اخويا. استنى. ايه؟ الزبون استوى، الزبون استوى. تعال يا حبيبي على حجر عمه، تعال. يلا عشان البكون. النهارده هيوصلك على شركتك ظرف مقفول جواه عقد بيع لحتة أرض في سوهاج بقيمة 5,191,000 جنيه. العقد هتلاقيه متوثق رسمي في الشهر العقاري وعليه اسم البائع المستشار طاهر حماد الأعصر. اسم المشتري فاضي، هتكتب اسمك وتلطع امضتك الكريمة تحتيه. بعد كده تطلع على البنك بتاعك تقول لهم عاوز احول المبلغ ده باسم المستشار طاهر. لما اتأكد ان الفلوس دخلت الحساب هقول لك نتقابل فين. تيجي لوحدك وما تتشقاش، لو جبت حد في رجليك هعرف وهزعل، وانت اكيد مش عاوز تزعلني. الزبون وصل والمكان نظيف. تمام. ألف حمد لله على السلامة. أنا مبسوط منك أوي حزومة. فين التاب؟ في العربية اللبني المركونة في نص الخرابة. أيوة يا دي. فين في العربية اللبني؟ افتح الباب الشمال هتلاقيه. افتح وجرب. ها اه؟ هو ولا مش هو؟ اه مبروك عليك يا حزومة، مبروك عليك. ايه يا مستر اسعد؟ عشان تعرف بس ان انا قد كلامي. التاب معايا وهيكون عندك بكره الصبح، بس ترجع العربون وباقي الديل. تمام؟ غير كده ماليش دعوه. يلا استنى الفلوس. كتير منيح. رح يوصلك مني خلال ايام مبلغ 20% من قيمه المبلغ كله. لا 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 لا، دفعات ايه وبتاع ايه؟ لا يا راجل، اللي هيدفع بقى يبقى يدفع كله. تمام؟ بيظهر منك عارف شو صاير. 10,000 دولار فيهم سين وجين ومنين وكيف وليش. لا يا ابني، انا رح اقول لك اياهم مع اشخاص. بنفس الوقت انا ماني مستعد بعد 10 مليون دولار دفع وحدي وخاطر فيهم. واضح؟ ريلاكس ريلاكس حبيبي حازم، انا كلامي كونترا. حتاخد حقك كله وفوقهم مثل ما بنقول عنا باللبناني حبة مسك. ماشي ماشي. ادخل باشا. قطع سنك يا باشا، خليهم يدخلوا. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا باشا. قدم كريم زلط دم وطن. رائد قش في الصباغ. اهلا وسهلا. اتفضل تشربوا ايه؟ لا احنا مش جايين نتفضل ولا نشرب، احنا جايين نتكلم معاك في الموضوع كده وهنمشي على طول. وانا تحت امركم. احنا شغالين على قضيه اغتيال وزيره الصحه.
بندور على ملف كده في ارشيف النيابه فعرفنا انه عن سعادتك. فكنا يعني بنستاذنك ان احنا عايزين نطلع عليه. ملف ايه بالظبط؟ ملف قديم لفضل سيد الغول. فضل سيد الغول؟ اه طبعا، انا طلبته من النيابه من يومين عشان الحادثه بتاعت السكاكيني. الراجل ومراته اللي اتقتلوا كانوا في بيت ملك فضل الغول ده. ما عشان كده بقى احنا عايزين ملف عشان نربط ما بينه وبين درويش عبد ربه. ناخد الملف ونتكل على الله. بس الملف مش معايا حاليا. مع مين يا فندم؟ مع مدير الامن، لسه طالبه من شويه. الظاهر عنده اجتماع مع معالي الوزير النهارده. الملف ده هيجي امتى؟ والله ما عنديش فكره، بس اول ما هيرجع هطلع عليه تاني وارجعه لارشيف النيابه. وحضراتكم ممكن تاخدوه من هناك. ماشي يا فندم، شكرا جدا، واسفين على الازعاج. لا تحت امرك. مع السلامه. على فكرة الراجل ده بيحور. اشمعنى؟ عشان الراجل بتاع النيابة لما سألته عن الملف قال لي إن عصام واخده بقاله 10 أيام مثلا. 10 أيام ده من قبل حادثة السكين وما تحصل. واخده ليه ده؟ مش عارف، بس هو أكيد وراه حاجة. ومين اللي عرفهم بس إن الملف عندك؟ طيب خلاص خلاص، ما تشغلش بالك. ما أشغلش بالي إزاي؟ بقول لك جايين من الامن الوطني. انت عايز تحولني للتفتيش ولا ايه يا سياده اللواء؟ الملف ده لازم يرجع النهارده. يا حبيبي ارجعه لك ازاي؟ انا لسه محتاجه، لسه محتاجه يا حبيبي، لما اخلصه هبقى ابعته لك. انت عبيط يا ولا؟ اصوره ازاي يعني؟ صوره بالموبايل. ما تعرفش ازاي يا خالي؟ ايه يا كيمياء؟ بقول لك ايه؟ انا مش عاوز كتر كلام. أنا عايزك تقول لي دلوقتي وصلت لحد فين بالنسبة لعيلة الديب؟ العيلة ما عادلهاش أثر في البلد اللي هي في القلوبية دي، العيلة كلها انقرضت، لا عم ولا خال، يا بخت. ولا تلم، تلم بدل ما أجي ألمك. مش وقت هزار ده وخفة، فاهم؟ بقول لك إيه؟ دور على أولاد عمومته. أولاد خلانه. خالي انت بتقدرني وخلاص؟ ندور ورا الناس دي علشان نعمل بيها ايه؟ هنعمل بيهم كتير قوي يا حبيبي، هنعمل بيهم كتير قوي. دور في البلد على اي حد في اسمه ديب وهاته لغايه عندي، فاهم؟ تجيبه لغايه عندي يا عصام، ما بهزرش معاك، فاهم ولا لا؟ ياه حتى ده خنيق، ده انت غريب. يلا مع السلامة. خش يلا شهاب تعالى. خش خش يا اخويا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة يا بطل. الحمد لله على السلامة، بشرفنا. نورت مقر القيادة يا سيادة الرأس الكبير. مين ده يا اخويا؟ ابنك؟ ده شهاب عادي، عادي يعني، شهاب عادي. يلا يلا شهاب، يلا حبيبي، يلا حبيبي، يلا سلم على عمك الدخش. سلم على عمك التاتش. ده عمك التاتش ده تسلم عليه، سلم عليه يا تاتش، سلم عليه. دايما يعني سلم على ستك الرمش. ده مش هسلم انا. يا عم درويش، التاتش والماتش دول ناس حقيقيه ولا مين دول؟ ايه ما تقلقش، احنا نجر ديبلز يا حبيبي. يا اختي خلاص وحسنك. بص بتعمل ازاي؟ خلاص ده الطفل المعجزه؟ سيبك منه بقى، خليه في حاله، خليه في حاله. حاضر. مستنيه ايه؟ ايه؟ مستنيه ايه؟ ما تفرقعي لنا ازازتين شربات. جاهز يا بص. شربات ايه؟ بدل ما ترمي فرشين حشيش على شويه البخور دول. ايوه صحيح، ايه ريحة البخور الحلوة دي؟ ده احنا يا اخويا بنبخر الكاشات لا تتحسن. كاشات لا تتحسن؟ يا نهار ابوكي مش فايت؟ ايه؟ هو عبيت تكوني سحبت الخمس ارانب. لا جنرال، ده الورك الفكة بس. انا قلت اجرب التوكيل وقلت اسحب لك شوية فلوس عشان تشبرق نفسك بيها. ايوه كده، ايوه كده. على الأقل الواحد يصدق يعني كده إن العملية نجحت. ما شاء الله. ده الجزء ده الورك الفكه بس. الورك؟ اه حلو الورك. يا ساتر،
في عم انت وهو، انت عمركم ما شفتوا جاتوهات قبل كده ولا ايه؟ اتفضل يا كينج، نصيب الاسد بالهنا والشفا يا اخويا. اقعد انت بقى كل يا نرجس، العالم دي مفاجيع وانا عارفهم. كل انا شاب هلا، كل كله بري نفسك. مش عارف ليه كده عندي احساس ان انت هتطير دماغنا بالشوكولاته وتاكل على علينا حلاوه. انت بتقول ايه يا ماهر؟ هذه نقره وتلك نقره اخرى. يا الله يط على دماغك بالشوكولاته واكل الحلاوه، ودي نقره ودي نقره. يا اخوانا في نفسكم في ايه يا حبايبي؟ انا احلامي بسيطه قوي. محتاج عربيه فيراري يكون فيها مبوله صغننه كده. اه وكره كفر وجاكيت جلد. بكره ان شاء الله تبقى عندك احلى جاكيت جلد بالعتبه، ماشي يا حبيبي؟ ايه ده؟ وانت بقى نفسك في ايه يا خلفلف؟ انا نفسي اشوف الدنيا اللي بضرب الفاس بتاعتها. نفسي اروح ايطاليا، المانيا، فرنسا. انا عاوز ادلع نفسي. انا نفسي اكل مانجا. يا سلام، غالي والطلب رخيص. احلى قفص مانجا بيض عجل هتبقى عندك بكره، المانجايه قد كده، قد كده خلفلف. ايه ده؟ جرايا غول، انت بتاخد غدا علينا ولا ايه؟ تقول لي جرايا غول، خد غدا، ايه؟ ايه يا ماهر في ايه؟ ما الست اهو قاعده كامله وراسيه ولا طلبت ولا قالت اي حاجه. انا بقى مش عايزه غير سبيكه دهب. اهو ولا كانها قالت حاجه. وانا عم درويش عايز 200 جنيه. كل يا شهاب، كل يا شهاب، كل. عصام خطاب ده اللي خد الملف بتاع فضل من 10 ايام. حطه فين ده بقى؟ حطه فين؟ حطه على جنب بقى كده لوحده لحد ما نشوف هنربطه بمين. جبت بن؟ والله ما فاكر. خش شوف لو لقيت اعمل له اعمل لك. بقول لك ايه؟ هو احنا ليه عمالين ندور على الملف بتاع فضل؟ واحنا معانا اصلا ابن فضل نفسه الواد طارق. طارق ده اللي شهاب قال ان درويش كان بيروح له الدق يصلح عنده اجهزه؟ بالظبط. يعني ابن فضل في حضننا ورايحين ندور عليه؟ اه. جرايا غول. الله. انا مش فاهم ايه اللي انت بتعمله. هو انت ناوي تحلق لينا بجد ولا ايه؟ احلق لك ايه يا عم ماهر؟ غير يا اخوانا. الفلوس دي لغرض تاني خالص. انت بتقول ايه يا غول؟ الفلوس فلوس. لا. الفلوس سلاح. وانا دلوقتي بقى معايا نفس السلاح اللي مع زهير. وزي ما الحديد ما يفلوش الا الحديد، الفلوس برضه ما يسدش قصادها غير الفلوس. وانا دلوقتي بقى معايا نفس الظهر اللي مخليه ما يتضربش على بطنه. مين زهير ده يا عم درويش؟ انت مالك يا شاب؟ مين زهير؟ ما تاكل يا شاب، كله انت ساكت يا ابني. ما باكل اهو. تليفونك برن يا اخويا. اه. بعد اذنكم. اتفضل. ليه بتحب طبع اكتر من طبع؟ انت مين يا ده انت؟ ايه ده؟ بياكل الجاتوه بتاعنا الابو اللي جابك. هو بقى كده؟ يا اخي بقى. ايه انت نمت ولا ايه؟ يا سيدي بالهنا والشفا، شكرا. انا بس بكلمك عشان اقولك ان الماستر بتاعي عايز يقابلك ضروري. قصدك يعني الراجل اللي بيشتغل جوه مجموعه امجد الديب؟ لا معلش معلش بقى، انا دلوقتي ما بقابلش غير اللي انا عاوز اقابله وبس. بص انا مقدره ظروفك، بس هو معصلك معايا وانا مش عارفه اقنعه بحاجه بصراحه، فممكن انت لما تقابله تعرف تفهمه. طب ايه يعني؟ يعني انت مش ماليه ايدك منه؟ مطمنه له يعني؟ يا ستي انا عارف انه مصدر موثوق منه، عارف ده كويس قوي، بس انا احب اتاكد، احب اطمن. طيب سيبيني بقى كده ارتب نفسي وارد عليك بكره ان شاء الله. بالسلامه ست الكل. نبرته فيها؟ ادي اول المصاريف. خير نرجس؟ عيني. عاوزين نأجروا عربيه حلوه. يا صباح الفل على البلابل. لو عاوزين تروحوا الماريلاند انا معايا عربيه. ليه يا عم انت فيه؟ انت مين اصلا؟ انا سبانش بوب بس لبس الاصفر بيتغسل. دي الاماره. يلا يلا تيأسوش. ايه يا استاذه؟ ما بتاكليش ليه؟ مكسوفه؟ الحقيقه احنا مش جايين ناكل. انا عايز اعرف انت عايز ايه بالظبط من سلوى وصلت لها ازاي؟ مصطفى استني انت. سيبيه سيبيه. من حقه يعرف برضه. وصلت لها ازاي؟ دي امرأة سهلة.
مش من الصعب انك تدور على جوهره في كوم زباله وتلاقيها. والمواضيع اللي كانت بتكتبها من غير مؤاخذه يعني الاستاذه سلوى عن امجد الديب كانت عندي انا اهم من الجواهر كلها. اما بقى عاوزها ليه او عاوز ايه يعني اكيد انت عارف والا ما كنتش جيت. ايوه بس مش عارفين انت عايزه ليه. انا جوك يعني بطريقه مختصره وهتفهمها على طول. الظرف اللي خلى امجد الديب بنفوذه هيلمانه هو نفس الظرف اللي خلى درويش الهربان الارهابي اللي الناس كلها بتخاف منه. وبعدين بقى يعني انا ما تخافش مني، انا لو نيتي وحشه ما كنتش اكل معاك عيش امبارح. صح، اتفضل. انتوا اصحاب من زمان؟ احنا نعرف بعض من ايام الجامعه يعني، بس هو اكتر واحد انا بثق فيه يعني، سرنا مع بعض. واضح من غير مؤاخذه يعني انكم اكتر من صحاب. انا برضه بقول كده. ركز في ام الطبق اللي انت فيه، ركز في ام الطبق اللي بتاكل منه. مدام في ضيوف مستنيين حضرتك في الريسبشن. طيب شيل الحاجات دي بقى. حاضر. اهلا وسهلا، اتفضل. امن وطني طارق؟ ماله ومال الكلام ده؟ تلاقيش يا مدام نعم، احنا لولا ان الباشمهندس طارق كان قافل التليفون وما لقيناهوش في مكتبه ما كناش جينا له هنا. احنا هناخد منه كلمتين بس. ايوه عشان ايه ده كله؟ عشان حضرتك احنا بنحقق في قضيه بتاعت واحد متهم اسمه درويش عبد الرب، وبالتحريات اكتشفنا ان درويش ده بيتردد على الشركه بتاعت الباشمهندس طارق اكتر من مره. طب افرض ان ده حصل، يعني هو انتوا بتحققوا مع كل واحد على اتصال بدرويش ده؟ يا فندم احنا عارفين ان الباشمهندس طارق مش مدان في حاجه، كل حكايه ان احنا عرفنا ان اللي اسمه درويش ده كان مسجون مع ابوه فضل سيد الغول من 20 سنه، قلنا يمكن الباشمهندس طارق يكون عنده اي معلومات تفيدنا. طيب انا هجيب الموبايل واتصل بيها. الأستاذة سلوى بتقول إنك مصدر معلوماتها عن أمجد الديب بحكم يعني إنك بتشتغل جوه شركاته. أيوه في كلام كتير بيتنطر وبيوصل لموظفين كتير كمان، بس في الآخر كله عايز ياكل عيش. طب يعني برغم وسخاته دي كلها محدش قادر يكشفه؟ كلام كتير بس فين الأدلة؟ في النهاية مصطفى مجرد موظف في السيلز، وأكيد الموظفين اللي تحت إيديهم حاجات زي دي زبالة زي اللي مؤتمنهم على بلاوي. عندك حق، ده غير كمان ان حاطط قدامه ستاره حديد بتشيل عنه كل البلاوي. المحامي بتاعه فريد مدكور، كنت تسمع عنه؟ ده بقى اللي بيستف لي ورقه وبيظبط له كل شغله من تحت الترابيزه، وقت اللزوم كمان يخلي له حرام حلال وباطل حق. طب سيبك انت بقى من القانون والورق والادله، يعني وساخة امجد الديب دي في السوق ما بيربيش عداوه، ما بيأذيش منافسين، مفيش حد بيقض فيه. كل اللي حاولوا يقفوا في طريقه عارف يزيحهم. انا عندي حكايات كثيره جدا عن الموضوع ده، بس للاسف ما عرفتش انشرها. حلو قوي كده، بقينا احنا في السليم. اتفضل. انت بتفكر في ايه بالظبط؟ هقول لك بس بعد ما تاكل الجمبريايه دي. كل الجمبري ده. مين يا ابني نهى الوديدي دي؟ يا ابني انت ناسي ان احنا واحنا بنراقبها اكتشفنا ان هو راح لها المكتب قبل كده. انا اسفه جدا اتاخرت عليكم. لا يا فندم ولا يهم حضرتك. على فكره فعلا انا جربت كذا مره موبايله مقفول. احنا اسفين يا فندم على التوتر اللي سببناه ده، بس يعني كل حكايه كانت مجرد دردشه.
انا فعلا مرتبكه ومتوتره جدا، وليا رجاء عندكم. امور يا فندم. يا ريت طارق ما يعرفش حكايه سجن والده. يعني ايه يا فندم؟ مش فاهم. ما يعرفش ان والده كان مسجون؟ لا لا مش كده، لا هو عارف بس ما مش عارف بتهمه ايه. اصل لما والده اتسجن كان طارق لسه طفل، ما كملش 3 سنين، وقلنا له ان هو كان معتقل سياسي عشان يقدر يكمل حياته في المجتمع من غير ما يتحرك. على فكره انتوا معلوماتكم مظبوطه، طارق فعلا كان يعرف درويش. لما حصلت حادثه الوزيره هو فاجئني بالمعلومه دي، بس ما كانش يعرف ان هو مجرم ولا هربان من السجن. هو بس كان بيروح له الشركه، وده كان كل التعامل اللي كان ما بينهم. معلش هطلب منكم تاني، يا ريت طارق ما يعرفش اي حاجه، لان ده ممكن يدمر حياته. ايه هتقدر تعمل اللي قلت لك عليه؟ لا خليني اسال الاول واقول لك، وربنا يعمل فيه الخير. ربنا يفتح علينا جميعا ان شاء الله. عموما متشكرين قوي على العزومه الحلوه دي. لا انا والشفا، لا انا والشفا دبش. طيب نستاذن احنا بقى. اتفضلي. اهو مالك اهو مالك، وصلهم امال، شوفوا رايحين فين وبعدين ارجع عشان تاخدني. عينيا الاثنين، اتفضلي. شكرا. مع السلامه. سلام يا درش. ايوه استاذ. هو انت فين؟ يعني اختفيت فين كل ده؟ انا ما اختفيتش ولا حاجه، بس شويه مشاغل بس. طب انا بجد محتاجه اتكلم معاك. كنت عايزه اسالك عن موضوع حازم، لانه انت قلت لي ان احنا لازم نستنى ونحسب، وبعدين اختفيت. هو انت متخيل ان وضعي عامل ازاي؟ انا بجد ما بقتش اطيق اشوف وشه. فاهم والله، وحاسس بالنار اللي جواك، بس كان غصب عني. لو انت جاهزه النهارده تعالي نتقابل. طيب. فاكره المكان ده؟ طبعا قابلتك هنا اول مره. كنت هتموتيني لما عرفت ان التاب مش معايا. ده حقيقي. النهارده برضو التاب مش معايا. مش فاهمه قصدك ايه. انا بعته. ايه بعته لمين؟ لحازم بيه جوزك. مش مصدق نفسي، مش مصدق. التاب ده هو اللي تسبب في كل اللي بيحصل ده. طول ما في ناس بتدور عليه هفضل في دوامات للأبد. أنا تعبت وانت تعبتي، كان لازم نرتاح. أنا بعت التاب بس ما بعتكيش. أنا مش مصدقة. أكيد أنا نايمة وبحلم. أنا بحلم وأكيد هصحى من الحلم. أكيد اللي أنت بتقوله ده مش حقيقي. أنا مش مصدقة، أقول إنه مش حقيقي. اهدي اهدي بس، اهدي وامسكي نفسك شوية وافهمي أنا عملت كده ليه. بس أنا زي ما قلت لك، أنا بعت من غير مؤاخذة التاب بس ما بعتكيش. يعني إيه ما بعتنيش؟ ما بعتنيش ازاي؟ هما اللي انت عملته ده يبقى اسمه ايه؟ انا بعت تاب اقرع. اقرع؟ اقرع يعني التاب ما لهوش الفايل المطلوب. انا قابلت طارق امبارح وغيرنا الفايل بفايل تاني بنفس الاسم عين العفريت، بس اللي جوه بقى كلام فارغ ومتشفر. ومتشفر يعني اي كلام.
مش فاهمة يعني ايه؟ يعني بشوية مجهود بسيط ممكن الشفرة تتحل، بس هيلاقوا ايه؟ بلح. طيب انت ايه اللي خلاك تعمل كل ده؟ مستفيد ايه؟ اولا انا كان لازم اخف حمل من الاحمال اللي عليا. التاب ده كان عامل زي عظمة بيجري وراها 100 كلب مسعور، قلت ارميها لهم قاموا يتسلوا فيها ينهشوا فيها، فين عبال ما يكتشفوا انها بلاستيك. وبعدين لما يحاولوا يجيبوني اكون انا بقى ايه، خدت نفسي شوية. ثانيا من غير مؤاخذة يعني انا كنت محتاج فلوس. فلوس؟ اه فلوس كتير، مش فلوس ماشي حالك. ما قلتليش ليه؟ وانا اقول لك انت ليه؟ انت مالك؟ انا كنت محتاج فلوس عشان اسد قدام جبهه امجد الديب. ثالثا بقى وده الاهم، لسه في ثالثا؟ نعم لسه في ثالثا طبعا. انت عيني كنت مزنوقه في خانه نياك، خصوصا لما اكتشفت ان جوزك ورا موضوع التاب ورا المصيبه اللي حصلت للست امك. اتشليتي هو بقى في البيت في الشغل ولا على باله يعمل اللي هو عاوزه، ولا كانك عرفتي حاجه. على فكره انت اللي قلت لي ما افتحش معاه الموضوع ولا اجيب له سيره غير لما نقعد ونرتب هنعمل ايه. أنا المكالمة اللي كلمتها لك جات لك على الطبطاب وريحتك، ولو كنت حاولت تتصرفي أي تصرف أو تعملي أي حاجة كان ولا ألف مكالمة هتوقفك. أنا عذرك تماما يعني، ومن غير مؤاخذة يعني لو أي حد في مطرحك استحالة كان ممكن يتصرف بسرعة في المصيبة اللي وقع فيها دي، وأنا برضو ما عنديش وقت أضيعه. طيب انا ما تصرفتش مع حازم مش عشان انا باقي عليه ولا حاجه، لا انا خلاص ما عدتش طايقاه، بس انا دلوقتي مصيبتي مش في حازم، انا عندي مصيبه اكبر من كده بكتير. مصيبه ايه؟ ماما قلش خبري يا حلوين. للاسف ما في ولا فايل من اللي بدنا اياهم على التاب. يا مساء الخير يا مستر اسعد. وين بدي اشوف الخير بس اسمع صوتك. ليه بس؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل هو انك عم تحاول تلعب لعبه اكبر منك بكتير، واذا مفتكر انه هاللعبة بتوصلك لبقية الديل اللي عامله أنا وياك فبتكون غلطان، لأنه رح فرجيك وجه التاني اللي ما بتتمنى تحلم فيه. بس يا أسعد أنا مش فاهم أي حاجة من اللي أنت بتقوله، ممكن توضح كلامك؟ كلامي واضح، وين الفايل؟ فايل إيه؟ فايل عين العفريت بدون لف ودوران. التاب ما بيسوى ولا دولار بدون الفايل اللي تابع له. وأنا مالي أنا بالكلام ده؟ أنت لما قلت لي أجيب لك التاب ما قلتليش أجيبه لك ليه؟ هلا عم أقول لك. الفايل اللي عتب بكفي وبقية الديل بكفي، وإلا رح تشوف وجه التاني اللي ما بتتمنى تشوفه أبدا، مفهوم؟ هو في إيه؟ درويش. ماله درويش؟ بعد من الكلب. يا نهار اسود ومنيل بقى، بعد كل العجن والطحن ده كله تطلع الست الدكتوره معالي الوزيره هي قص كل البلاوي. قلت لك هي كانت عايزه تصلح الوضع بس حبيبتي ما لحقتش. حبيبتي ما لحقتش ايه؟ دي باعت الولد بحثه وقبضت. صدقني هي كانت عايزه ترجع في كل اللي حصل ده، بس هما ما ادوهاش فرصه بدليل ان هما حاولوا يقتلوها. يا سلام، قلت يعني كنت دخلت جوه ضميرها
ويمكن قفشت عليهم في حاجة ولقيت بيعة أحسن. لا 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 مستحيل، مش ممكن. أنا عارفة إنها غلطت، هي ممكن تكون غلطت فعلا، بس يعني عمرها ما كانت حتى تتمادى في الغلط للدرجة دي. غير مؤاخذة دكتورة، يعني اللي خطي خطوة في سكة السو مش بعيد يعني نكملها على طول. يا أخي ما بلاش أنت بقى تقول الكلام ده، الله، ما تبص لنفسك الأول قبل ما تحكم على الناس. معاك حق، أنا آخر واحد يلوم حد على إنه سلم نفسه للشيطان. يلا ربنا يهديك ويوفقك للطريق الصح. ايه ده؟ انت هتسيبني تاني؟ انا خلاص يعني ما عادش ليا لازمه معاكي، ولو انت عايزه تكملي اديكي من غير مؤاخذه يعني عارفه طريق الفايل، وفي برضو موضوع بكر الدهان لو عايزه تكملي فيه. طيب ممكن تقعد معايا ونفكر؟ ملوش لزوم، أي فكرة هتخبطنا احنا الاتنين في الحيطة. إثبات براءتي من محاولة قتل معالي الوزيرة معناها إنك بتديني أمك، وأنا يعني مش طمعان في كرم أخلاقك للدرجة دي. جارية؟ ايه جارية؟ ايه دي؟ يوم احنا النهارده يا عم راضي. يوم ايه يا عم؟ ولا يوم ولا بتاع. انا عمال الكمان. راضي؟ راضي؟ اشرف باشا، ده ايه النور ده يا باشا؟ ازيك يا راضي؟ الحمد لله يا باشا، مش ناقصني غير ان انا اطمن على سعادتك بس. خش عليا بقى بشوية لو انت بتوعك. والله مش انت يا باشا، انا لو اعرف طريقك في الامن الوطني فين كنت جيت سلمت عليك. ده العشم برضه. بص انا عايز منك خدمة. عيني. هي بقى عينك دي. في مقدم حبيبنا في البحث المدرية، كنت عايز اعرف عنه حبه معلومات. الله الله الله، انت اتنقلت شو من الظباط ولا ايه؟ ما تخلص يا راضي، هتعرف تستك في الحوار ده ولا اشوف حد تاني؟ بعون الله يا باشا، بس انت اديني اسم. مقدم مسام خطاب. يا عصام، ها قولي وصلت لايه؟ يا كويس 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 كويس، ده يبقى ابن عم امجد لزم، مش كده؟ هايل هايل. بيشتغل ايه بقى؟ لا 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 لا، ملوش لزوم ملوش لزوم، ولا يهمك، انا هروح له بنفسي، مليني انت بس العنوان. ماشي. الله ده. ايه ايه رايكم؟ انت منجه نفسك ومتدلع قوي. ده كفايه يا وليد، انا استخسرت اعمل فيه حمام لو وسخه. عبي براحتك يا ماهر، عبي براحتك. انا مش مؤجر الشقه ليا، انا مؤجرها ليكم بدل الشحطات رايح جاي كده على الفيوم. بقول لك يا ماهر، تكلم معجزه تخليها تجيب بتاعها ونزار ويجوا يقعدوا. السلام. السلام يا ابو الدرويش على اصلك. معلش بقى تاتش، هتقضي انت اليومين دولت مع مفتاح. مفتاح ايه اللي يقعد معاه؟ تاتش يقعد معانا هنا، انت هتقعد في الاوضه دي، ومعجزه وجوزها يقعدوا في الاوضه الثانيه، وتاتش هيخش يقعد في الاوضه الجوانيه. ايه يا اخوانا في ايه؟ الله، طب وتاتش هيقعد معانا ليه؟ كان بيت عيلتنا. ومين قال لك بقى ان انا استنضف اقعد معاك؟ انا عاسر على نفسي كيلو اضالي عشان اقعد معاك. مش كفايه الزريبه اللي انا قاعد معاكم فيها في الفيوم؟ يا اخوانا ده اخوانا،
اخد يا اخوانا شويه كده يا اخوانا نستحمل بعض كام يوم وبعد كده كل واحد هيروح بيته. جرى ايه؟ في اخوانا يا ماهر يا تاتش. ماشي خد امسكوا امسك. ايه ده؟ دي خطوط موبايلات جديده. ايه؟ موبايلات جديده بخطوط جديده وتقفلوا الخطوط اللي معاك ومش عايزه تشتغل خالص. ايوه بس لا ما رصيد كفايه وكله تمام. طيب انا بقى ايه؟ اتكل على الله. على فين؟ ورا مشوار كده هقضيه وانتوا بقى تكونوا عملتوا اللي قلتلكوا عليه. ماشي؟ ماشي. بحبوا بعض كده يعني. يعني نحبوا بعض. حاضر. نحبوا بعض كده. وفي ايه؟ حب. انت عاوزني اديك تجاوز يا دبي؟ ما انا قلت لك يا عوض. حصتك في التجاوز شهر دي خلصت وانا نبهت عليك اكتر من مره. تمسك ايدك شويه ما تخلصهاش مره واحده. يا عم فتحي الزرعه محتاجه. يا واد مش بكتر التجاوز. انا جيلك الكلام ده اكتر من مليون مره مش بكتر التجاوز. الاستاذ فتحي الديب. امر. جرى ايه يا عم فتحي؟ مش تخلصني الاول. خلصني. خلصنا يا عوض ومفيش تجاوز. خلصنا ازاي يا عم فتحي؟ واضح ان انت حضرتك مشغول. فانت حضرتك انا وانا كمان عاوزك في موضوع بسيط. فحضرتك خلص اللي وراك وانا مستنيك بره. مستنيك فين؟ بره. تمام بره. خد راحتك انت بقى. مين ده يا عم فتحي؟ مش عارف يا واد. ممكن يكون تفتيش. وبعدين انت اللي موقفك لحد دلوقتي. امشي يا واد امشي. ايه هو تفتيش؟ عايز ايه يا اخويا؟ بيه بيستسمح لي اغير له النمره؟ داخل محل موبايلات هو كده وبينقي نمره صح؟ ادي له اي زفت يا سعيد. ها ادي له اي زفت. ماشي وبطل مصالح روح ربنا بقى شويه. ها روح انت. يا كريم على فكره راضي لسه في النهايه. بقول للمقدم اللي اسمه حسام خطاب بقاله حبه حلوين بيقوم حوالين فضل. بيلف ورا ازاي؟ قبل حادث الساكني بشويه نزل وعمل كبسه كبيره على بيت فضل. كبسه؟ كبسه ليه؟ لا معرفش بس مش دي المشكله. المشكله ان هو ما كانش لوحده. كان معاه لواء متقاعد اسمه شوقي سباعي. لواء على المعاش ونزل في كبسه؟ ليه بقى؟ نزل يونس ابن اخته يا سيدي. اصل شوقي دوت يبقى خال عصام. والاهم من كده بقى انه كان مأمور السجن اللي مستضيف في الشله كلها. ماشي حلاوه قوي. معلش يا بيه اتاخرت عليك شويه. لا 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 ولا يهمك. انا بس عندي كده سؤالين صغيرين وبعدين حاسبك ترجع تكمل شغلك. امر. الامر لله. شوف انا عندي حته ارض كده بخلص فيها فقلت اسال يا فتحي. وانت عارف اللي يسال يعني ما يتوهش. أنا قلت يمكن حتة الأرض دي فيها مشاكل عليها منازعات يعني 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 يا فتح. أرض؟ ها؟ أرض إيه يا بيه؟ أرض ملك ابن عمك إبراهيم هيبيع الأرض. لا 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 مش ابن عمك ده ابن عمك التاني. أنا ماليش ولاد عم تاني غير إبراهيم. يا فتحي أمجد أمجد ابن عمك أمجد. أمجد مين يا بيه؟ أمجد حسين عبد اللطيف الديب. مش انت برضو عندك عم اسمه حسين عبد اللطيف الديب؟ ايوه تمام. عمي حسين عبد اللطيف الديب. ها الله يرحم. انما ايه فتحي بقى قول يا بيه. عمي حسين عبد اللطيف الديب الله يرحمه مات هو ومراته من 30 سنه في حادثي وما كانوش مخلفين. والله ايوه. لا تمام تمام يا فتح. خلاص اتفضل انت. مع السلامة يا فتح. عشان رطع يرجع كمل شغلك. الله تمام. انت قادر بجد؟ في حد الدنيا تبقى مقلوبة عليه كده وقاعد في مكان زي ده؟ ده المكان الوحيد اللي مستحيل حد يطن فيه. قولي لي بقى. تعرفي ايه عن الحيتان اللي في السوق اللي امجد ممكن يكون ربع عداوه معاهم؟ ان جيت للحق هو ملوش اعداء هو ليه ضحايا. قصدك ايه؟ اي حد كان بيحاول يقف وش امجد الديب كان بياخد كتفي يطلعه بره السوق كله.
يعني عندك مثلا هشام سلطان كان معاه توكيل عربيات الماني، وبقدره قادر اول ما امجد قرر ينزل السوق وقع بينه وبين الشركه وبقى هو الوكيل. هو عمل ايه؟ الثانويه بتاعته كانت من اسبوعين تقريبا. لا اله الا الله، ربنا يرحمنا جميعا يا رب. يا رب. اللي حاولوا يعافروا معاه بجد كانوا اتنين، رامز ابو اليزيد وبهجة الصوفي. حلو قوي. ومعافرتهم معاه بقى وصلت لحد فين؟ رامز ما استحملش كتير، ضربه في التانيه فاتفتحت له مشاكل مع البنوك ولبس قضيه تهرب ضريبي، راح واخد بعضه وطلع بره مصر وهو دلوقتي مستقر في لندن. تاني الصوفي كان اكبر رجل اعمال فاتح خط مع الحكومه ومسك لهم شغل كتير جدا في المجتمعات العمرانيه الجديده، يعني تقريبا كل اسكان الشباب لحد 2005 كان هو اللي بينفذها، ده طبعا لحد ما ظهر امجد على الساحه. وده سافر بره برضه؟ لا ده لسه موجود هنا، بس كافي خير وشر وشغال على الضيق ومحدش بقى يسمع عنه اي حاجه. حلو قوي 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 قوي. ممكن بقى تقولي لي ممكن الاقيه فين؟ بيقولوا ان اغلب الوقت بيقضيه في مزرعته اللي على الصحراوي. بهجت باشا في ضيف جاي لساعات. نعم في ضيف جاي لساعات. متصورش انا سعيد جدا انك جيت لي هنا. انا ما حدش بيخبط على بابي ولا حد بيزورني، ده في الاول استعجبت قلت ليه، لكن بقى اتعودت. اهلا وسهلا. اهلا بك يا باشا. مرحبا بيك، انا تحت امرك. هو انا بصراحه يعني جاي لسعادتك برساله من طرف رامز بي ابو اليزيد. رامز ابو اليزيد هو رجع مصر؟ لا لسه. سعادتك عارف طبعا اللي حصل له بسبب امجد الديب. مش انا بس اللي عارف، لكل مصر عارفه اللي عملوا فيه امجد الديب وفي غيره. سعادتك كده هتوفر عليا كلام كتير قوي. هو ابو اليزيد بيه بيفكر يرجع، بس قبل ما يرجع عايز يأمن نفسه من التعبان اللي عضه، عشان بعد كده العضه هتبقى بموته. وهو مش متابع، هو مش عارف الظاهر ان التعبان اللي عضه كبر قوي 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 وبقى حنش، عشان كده سعادتك هو عاوز يطرمه. ايوه يا عبد. الغدا جاهز يا باشا. يلا يا سيدي الغدا جاهز. سكينة بقى عليا الطلاق، هتتغدى معايا، ده فرصه عشان تفتح نفسي. اتفضل يا راجل قوم. انا ما بقتش قادره، ما بقتش قادره، انا ما بقتش قادره، كل حاجه بتقع حواليا. في الاول ماما، بعد كده عازم، ودلوقتي درويش. انا بصراحه مش فاهمه، هو مش كان معاكي في الاول؟ ايه اللي خلاه ينسحب فجاه كده؟ حقه الراجل عنده حرب مشغول بيها، ايه اللي يخليني اجبره ان يجي يحارب معايا؟ اهدي اهدي بس يا نهله. فكرتيش تكلمي أمك منتصر؟ فكرت اكلمه، بس للاسف ما ينفعش دلوقتي. ليه بس ما ينفعش؟ الراجل واقف معاكي وهو بنفسه عرض عليكي يساعدك. مساعدته ليا دلوقتي ممكن تأذي، أنا مش عايزة أمرضه معايا أكتر من كده، وقف كتير جنبي أنا وماما. والعمل؟ مش عارفة. مش عارفة. إيه دي عشان تعرفي تفكري؟ إيه؟ أمجد الديب أول ما دخل السوق كنا كلنا متأكدين إنه مش هيخرج منه، مش لأنه شاطر، لا لأنه وسخ. أصل السوق ده الوساخة هتسبق مليون مرة أكتر من الشطارة. طب يعني إحنا مش ممكن نعملوه بنفس أسلوبه؟ آه ممكن يعني، بس أنا يعني على فكرة أنا مش راجل طيب ولا حاجة، بس أنا عجزت وكبرت وقلت أحوط على شوية الشغل اللي حيلتي وأعيش في هدوء والعيال متأمنين، مسائل بسيطة وأنا كده يعني مستمتع وخلاص. يعني أفهم من كده سعادتك إنك مش معانا يعني؟ يعني بص، في نظرية اتعلمتها ولا هنا اسمها نظرية شوي اللحمة، أنت بتعرف تشوي؟ لا أنا في الحقيقة ما جربتش الشوي لأن أنا بحب الطواجن. يعني أنت طواجن؟
طيب ما هو انا اتعودت هنا وانا بشوي اللحمه لاحفاد الصغيرين دول ان انا اسيبها تستوي على راحتها بهداوه، استوي عشان ما تشدش تحت سناني. وانا بقى سنين عمري اللي قضيتها علمتني ان ما اسيبش طاجن اللحمه على النار اكتر من اللازم عشان ما يتحرقش، بقى لو اتحرق من غير مؤاخذه يعني هننامه من غير عشاء. لا نظريتي الطواجن والشوي نظريه كويسه فيها نار على اي الحالات، احنا نسيب النار ولعه ونراقبها وان شاء الله ان شاء الله لو لنا نصيب هناكل مع بعض. ها ماشي يا باجد ماشي. أيوه نعم. مساء الخير يا فندم. مساء النور. مقدم كريم زراد الرائد أشرف الصباغ أمن وطني. أهلا وسهلا. أي خدمة؟ محتاجين نتكلم مع حضرتك 10 دقايق يا سيادة اللواء. بخصوص؟ درويش عبد ربه الإرهابي الهربان. هو مش كان مسجون عند حضرتك برضو قبل ما تخرج من الخدمة؟ عم درويش، عم درويش بص بيقول لك ايه؟ ان الحب دايما بيجي للراجل بعد الجواز، بس المهم مراته ما تفشوش. حلو هو ده اللي انت فالح فيه. الحق عم درويش انبوكسك بناديك. ايه؟ انبوكسك جايلك رساله على طائر الليل المتين. باينه عندك من غير ما تفتحها؟ اقراها. بقول لك فين الفايل يا ابن ال يا ابن ال هي. لا يا عم درويش تعالى اقراها انت بنفسك، مش هينفع اقراها. خليها مقفوله يا شهاب. اتفضل. صحيح ممكن افيدكم بايه؟ احنا تحرياتنا اثبتت ان درويش عبد ربه ده كان زميل في السجن اسمه فضل سيد الغول. فضل ده مات قبل ما درويش يهرب بيوم. اللي احنا عايزين نعرفه بقى من حضرتك هما شكلهم كان عامل ازاي مع بعض؟ كانوا صحاب مثلا؟ في اي حاجه تقدر تفيدنا بيها في الحته دي؟ انتوا بتسألوا أسئلة غريبة قوي عن أشياء بعيدة يعني جدا. انتوا عارفين انتوا الموضوع ده اللي انتوا بتسألوا عنه مر عليه كده أكتر من 20 سنة ولا انتوا ما تعرفوش؟ سيادة اللواء نعم. احنا مش بنتكلم على مجرم عادي، وعلى حد علمنا برضو ان ده المجرم الوحيد اللي هرب من حضرتك طول فترة الخدمة، صح؟ صحيح. بس انا عايز اسالكوا سؤال الاول، يعني انتوا حضراتكوا ماسكين قضيه الارهابي دي من الاول ولا انتوا شغالين مع الوزير الجديد؟ ممكن اعرف؟ طيب بس ممكن نستاذن حضرتك في كوبايه ميه؟ قوي قوي. صحيح انا نسيت اسالكوا تشربوا ميه بس. متأكد انه ميه بس؟ ميه. نيمه حبيبي عامله ايه؟ الحمد لله. ايه مفيش اخبار جديده؟ عن ايه؟ عن اي حاجه يعني، عن شغلك مثلا. احنا بقالنا كتير ما اتكلمناش يا نينو. لا مفيش.
ودرويش ماله؟ يعني مفيش أخبار عنه؟ أخبار عن إيه بالظبط؟ ما كلمكيش تاني؟ لا. أما الإسفايل اللي أنت كنت بتقولي إنك شاكة إنه يكون هو سبب المشاكل دي كلها فتحته. فن في حياتك أنت كويسة؟ أنا تعبانة شوية. سيبني لوحدي بفضلك. طيب. الله ينور عليك يا درش. الله ينور عليك. لا كده تمام التمام فل الفل. بكرة الصبح إن شاء الله. إن شاء الله. سلام يا درش. سلام.